السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم. معنا حلقة جديدة من برنامج هلا الأسبوعي، وكالعادة دائما نبدأها بأهم العناوين. ردود فعل متباينة حول تعيين العثمان محافظا لهيئة الاستثمار وهادي نائبا لوزير الإسكان. مجلس الوزراء يقر قصر ممارسة الصحافة على المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين. والصحافي الساخر محمد السحيمي يعلق: أهرام الفراعنة ليست إلا مقابر، ومبنى هيئة الصحفيين ليست إلا أضرحة. العلاج بالألوان والتنويم والكتابة، هل هي خدعة تجارية أم حقيقة علمية؟ محبوب الخليج الفنان الإماراتي عبد الله بالخير يحل ضيفا على برنامج يا هلا. في فقرة من الذاكرة نسترجع فيها أحلى الذكريات مع الفنانة السعودية توحة بعد أن كاد الزمن أن يمحو ذكرياتها. أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، وأقر أيضا بقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خصوصا الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية. إلى ذلك عاد الجدل مجددا في الأوساط الصحفية عقب انتخاب مجلس إدارة جديد الخميس الماضي لهيئة الصحفيين السعوديين، تتعلق بأزمة ثقة بين الصحفيين والصحفيات وهذه الهيئة، إضافة إلى محدودية نجاحاتها مقارنة بمشاريعها التطويرية التي لا تزال معلقة حتى الآن. تأييد لم يخرج عن إطار التوقعات، على اعتبار أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة لم يتجاوز 17 مترشحا من أصل 444 صحفيا وصحفية يحق لهم الترشح، إذ انتهت النتائج إلى تغيير بنحو 70% في مجلس إدارة هيئة الصحفيين الجديد. وبين طيات الصحف وحروف الصحفيين كان الحديث عن الفائدة من هذه الهيئة وعدم رضا الجميع عن أدائها. كون أن يوجد هناك كيان مستقل، هذا بحد ذاته نعتبر أنه إنجاز، لكن التطلعات كبيرة والمطالب أكبر الحقيقة، ولكن للأسف الشديد أنها هذه التطلعات أو المطالب حتى التي تطمح إليها هيئة الصحفيين السعوديين لا ترتقي إلى المأمول، بسبب حقيقة عدم إدراك أهمية الصحفي من قبل المجتمع قبل أن يكون من الجهات الحكومية. وفي ظل اتهام هيئة الصحفيين بأنها لم تقم سوى بجعل وجودها مثل عدمها، يأتي قرار مجلس الوزراء بقصر الممارسة الصحفية للمسجلين بالهيئة بعدما ازدادت الصحف التي تعتمد على المتعاونين والتي تكون بمصلحة المستثمر وليس القارئ. كيف ممكن أن يفعل إذا كنت قلت لك أنا بعض الصحف المتفرغين فيها لا يصلون إلى 30 شخص؟ 30 شخص تعال وزعهم على إخراج، على محليات، على اقتصاد، على فنون، على ثقافة، على أخبار سياسية. ما كيف توزع 30 شخص؟ حيكون في كل قسم كم عندك بشخص؟ الخلل هنا ليس من هيئة الصحفيين، الخلل هنا من إدارات بعض الصحف، لأن إدارات بعض الصحف تحرص على تقليل عدد المتفرغين حتى تحصل على أكبر نصيب من الأرباح لملاك الأسهم وليس للصحفيين، وهذا ما نريد أن يتم الوصول فيه إلى حل إن شاء الله، يعني يقنع الطرفين بأن يكون موضوعي وعملي ومنطقي. يعني مو معقول أن تكون لدينا أكثرية الصحف يقل عدد المتفرغين فيها عن 40، غير منطقي يعني. أما بالنسبة للهجوم الذي تعرض له الصحفيين سابقا من ألقاب ومحاكمات دون تدخل الوزارة أو الهيئة، تصف الكاتبة نوال الراشد بأن قرار مجلس الوزراء هو لحفظ حقوق الطرفين الذي يفعل دور الهيئة. هناك من مارسوا تهجم على الصحافة وهم أساسا لا يمكن أن يصنفون صحفيين، لأنهم يعملون في جهات إما حكومية أو جهات شركات أو كذا، فبالتالي هم ليسوا محسوبين على الصحافة لأنهم لم يدخلوا في انتخابات الهيئة، شنوا حملات على الصحافة ما يعني ليست قاسية الحقيقة، هي نقدر نعتبرها وجهة نظر. يتطلع أغلب الصحفيين أن ينتج تغييرا في نمط العمل وصورة الهيئة لدى أعضائها،
إذ لا يمكن أبدا أن تحظى هيئة الصحفيين باحترام الجميع ما لم تكن صوتا قويا على حد قولهم، إذ أن من الأولى تعزيز أهمية الصحفي والصحف في السعودية وتحقيق بعض الامتيازات الوظيفية غير المتوافرة، ومن ثم الانتصار للمهنة قبل أن تتحول الهيئة إلى اتحاد. محمد الحبيب لبرنامج أهلا الرياض. في حلقة ساخنة حول هذا الموضوع برنامج أهلا استضاف مجموعة من رجال الصحافة والإعلام تباينت الآراء فيها خصوصا حول هيئة الصحفيين والتي لا زالت أعمالها تنتقد كثيرا وتحديدا فيما يخص حمايتها لحقوق الصحفيين وتدريبهم. قبل أن نروح لهيئة الصحفيين، لأنه هذه الهيئة تكلمنا عنها كثير، راح نتكلم أيضا اليوم، ودي تعليقك على قرار مجلس الوزراء اليوم بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين. ماذا يعنون بمعتمدين؟ يعني اليوم أنا أبدأ إذا سمحت لي علي أبدأ بالجوانب الإيجابية من القرار. نعم. الجوانب الإيجابية من القرار، أول جانب إيجابي هو أن القرار يقول بحق الصحافة في الحصول على المعلومات، ويؤكد على الجهات الحكومية كلها أن تتعاون مع الصحافة وتزويدها بالمعلومات. هذا يعني أمر تشريعي أنا أعتقد أنه إيجابي جدا للغاية، ويفرض على المؤسسات الحكومية أن تزود الصحافة، تزود بالتالي الرأي العام بكافة المعلومات عن أعمالها التي تهم الشأن العام كما هو نص القرار. القرار ليس مرتبط بالعمل، مرتبط بأمور مرتبطة بأناس. يعني مثلا أنت تقول يثلج الصدر، وبعدين أنت يعني دكتور عبد الله انتقيت الجمل بطريقة يعني فيها مشي على الحبال، تقول فسحة من الأمل في العمل بشكل منضبط. يعني أنت تحاول أنك تكون مقتنع بالقرار، أكيد أنك مقتنع، لا هذه حريتك، لكن سؤالي لك، هل يعني ذلك أنه مثلا المتعاونين اللي في الصحافة السعودية اللي هم ليسوا تحت مظلة هيئة الصحفيين لن نراهم غدا في الصحافة السعودية؟ من قال هذا الأمر؟ أولا أنا وكثير من المخلصين في هذا البلد يعتقدون أن هذا القرار فعلا يثلج الصدر، لأنه ينطلق من منطلقات الوطن. نحن لا نأتي بجديد، لن نقيد أحد، لا نأتي بنظم جديدة، لن نأتي بشيء غير موجود في الدول العربية والدول العالم. أما بالنسبة للمنتسبين حتى غير السعوديين، هو كذلك هم أعضاء في هيئة الصحفيين والمتعاونين أعضاء في هيئة الصحفيين، فما الأمر؟ أنا لا أعرف حقيقة منطلق السؤال. إيه لا، الآن اللي يكون متعاون في الصحافة السعودية، هل ويكون يعمل في قطاع حكومي مثلا، اما معلم او شغال في مكتب وزير او في وزارة او الى اخره، او موظف ارشيف ويعمل بعد الظهر صحافي في احدى الصحف السعودية، هذا انتم يعتبر عضو في هيئة الصحفيين السعوديين ام لا؟ نعم، وعددهم مثل عدد المتفرغين. نعم. عددهم كم؟ موازي تقريبا لعدد الصحفيين المتفرغين، نحن تقديراتنا انها في حدود 600 صحفي. طيب الآن المسجل في الهيئة 440، إيه؟ والمتفرغين قد يفوق هذا الرقم قليلا، لكنهم ينضبطون بنظام الإعلام السعودي وبنظام الصحافة. إيه بس ونحن إيه بس أنا أحاول معك يا دكتور عبد الله، أنا أحاول معك، بس يعني أنا أعذر جهلي، ماني لحد الآن ما فهمت القرار وببغى الناس يفهمون. طيب إيش الهدف من هذا القرار؟ يعني من هم الناس اللي راح ينضبطون، الناس اللي ما راح يكونون في المشهد؟ يعني يستهدف من هذا القرار إذا كانت الأمور ماشية وهذا الطبيعي اللي صاير؟ كل الصحفي لا تنطبق عليه شروط المهنة. مثل الآن الشروط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، الشروط التي في نظام المؤسسات الصحفية، نظام أخلاقيات المهنة، الأنظمة التي موجودة في البلد، قد يوصل إلى مظلة تجمع هذه القرارات وتصدر عن طريق الهيئة الصحفيين كأي نقابة من نقابات العالم. كيف فهمت القرار؟ وهل إذا كنا نحاكي إحنا عالميا مثلا بلدان متقدمة في هذا الشأن، نحاكي من؟ يعني في أحد في العالم يسوي هذا الشيء؟ لا هذا مسألة العالم، وهذه قفز على الحواجز. هذه الهيئات العالمية صحيح، لكن الهيئات العالمية ليست كالهيئة التي يعني لدينا بتفاصيلها. القرار منضبط، وضبط الصحافة صحيح، هو عندما يقول قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحافة. إحنا ليس لدينا مشكلة في الممارسة، لدينا مشكلة في الهيئة.
الهيئة ماذا تعطي وماذا تريد، هل هي تقدم خدمات، ثم من الذي يحق له. أنا أعتقد أن شراكة الصحف الإلكترونية سيفك التأزم تماما، شراكها كأعضاء أنه المنتسبين لها بصفة أنها مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام أنهم يصبحوا أعضاء، أنا أعتقد هذا حيفتح المجال. ليش هو لا يسمح لهم أن يكونوا أعضاء؟ أنا ما أعلم، لكن أنا أقصد أنه يا يكون ينضمون معاهم يا أنهم يفتح لهم حياة مستقلة، لأنه حياة الصحفي الآن الصحف الإلكترونية قراءها بالملايين، يعني يكتسحون الصحافة الورقية بكثير. إذا كان هناك تعليق على ما قال الأستاذ عبد الله الجحلة، دكتور عبد الله الجحلة. يعني قبل كنا نتحدث أن الصحافة السعودية فيها مشكلتها، يمكن اللي عبر عنها الأستاذ تركستيري في التقرير اللي قبل، أنه في معظم الجسم الصحفي معظم المنتسبين هم المتعاونين لأسباب كثيرة، يمكن أقلها أنه الصحفي لا يشعر بالأمان في هذه المهنة ولا يشعر أنها تعطيه قدر. وهناك كثير من الصحفيين الموهوبين فعلا يبقون في أعمالهم في الغالب الحكومية ويتعاونون مع الصحافة، هذا لسبب بسيط جدا أنه يريد الأمان الوظيفي. أنا أعتقد وجود هيئة مهنية نقابة إذا سميتها هو أن تحقق هذا الاستقرار المهني للعاملين في الصحافة، وبالتالي تشجع أعدادا أكبر من المتعاونين على الانتقال إلى خانة التفرغ وخانة الاحتراف المهنة. هذا الدور اللي أفهمه لهيئة مثل هيئة الصحفيين. إذا لم تقم بهذا فهي تكون قصرت عن هذا الدور. ونعتقد أول مشكلة كانت بدأت مع تأسيس الهيئة أنها حجبت هذه الصلة بينه وبين المتعاونين بإعطائهم صفة المنتسب، حتى يعني ترغبهم في الالتحاق بالتفرغ. أولا أبرز إنجازات الهيئة وماذا قدمت من نشاطها حتى الآن، إضافة إلى أنه الصحفيين اللي هم يعملون في المواقع الإنترنت أو الصحف الإلكترونية كما ذكر الدكتور أحمد، هل هم يعني منضمين أو تقبلون أن يكونون في هيئة الصحفيين؟ هل هي محصورة فقط على من يعمل في الصحافة السعودية الرسمية والمصرح لها من الوزارة والتلفزيون السعودي وقنوات الرسمية الأخرى، أم ذولا ما تعتبرونهم صحفيين اللي هم يعملون في المواقع؟ أعتقد أن أي صحفي يمارس عمل صحفي إعلامي هو يعني بطبيعة الأحوال هو صحفي مقبول في الهيئة، ونحن أول من طالب وكتب في أن يضاف العاملين في الصحافة الإلكترونية كمعاملة العاملين في الصحافة الورقية قبل أن يكون للصحافة الإلكترونية هذا الحضور الكبير والمؤثر والذي يجب أن يحترم. نحن نقول أن الذين يمارسون المهنة من خلال الصحافة الإلكترونية وينضبطون بانضباط الإعلام وأنظمة الإعلام في المملكة هم كغيرهم من الصحفيين الآخرين. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا الذي ينضم للهيئة لا يشتري من بقالة، ينتظر أن يشتري شيئا ويقدمه لأسرته. هذه الهيئة هي أو النقابة أو الجمعية هي مظلة لحماية الصحفي، مظلة لتقديم الخدمات للصحفي، مظلة لضبط المهنة كما صدر في هذا القرار. أنت أمين هيئة الصحفيين، أنا أسألك حتى لو أنا أعرف وتعرف بحق الناس أن يعرفوا. ما هو المطلوب من الهيئة يا دكتور عبد الله يا أخي الكريم؟ الناس لازم تعرف، يعني أنا ما عندي مشكلة معك، ترى الناس لازم تعرف. الآن أسألك أبرز إنجازة الهيئة، تقول مرتبطة بأهداف الهيئة. أنا ما عندي مشكلة، طيب قول لنا أهداف الهيئة. لكن شوف، إذا أنت تتحدث عن حماية الصحفيين قدمنا الخدمة الصحفية لهم، إذا أنت تتحدث عن المميزات سعينا لها وأتينا بمدير عام الخطوط وغيره ليجلب هذه المنافع، إذا أنت تتحدث عن ضبط المهنة هذا الذي جرى الآن لضبط المهنة، إذا أنت تتحدث عن ندوات سوينا ندوات، إذا تتحدث عن ورش العمل عملنا ورش عمل، إذا تتحدث عن تدريب عملنا التدريب. ما الذي تريد؟ قل لي شيء نقصت فيه الهيئة. لا بس ارجع لي على مدير الخطوط، إيش فيه الخطوط السعودية؟ إيش فيه؟ ما فهمت. لأن قلتها بسرعة. لا تقول أنت مدير الخطوط، إيش مدير الخطوط؟
يا شباب بالنسبة للمميزات وبالنسبة للتسهيلات التي تمنح للصحفيين من ضمنها تقديم تخفيضات على الخطوط السعودية مثلا. نعم. مدير عام الخطوط السعودية دعته الهيئة ووعد بذلك، ليس ذنب الهيئة لا ينفذ هذا الأمر. ما هي الأجندة التي تعمل عليها الآن كعضو جديد في مجلس إدارة هيئة الصحفيين؟ هل المناخ متاح لأنكم تغيرون؟ لأنه في آمال معلقة عليكم أنتم. والله طبعا المناخ ما أعرف طبيعة المناخ، لأنه أنا منظم حديث يعني، ولا أنا على اطلاع يعني شأني شأنك في هالحالة فيما يتعلق بمجلس الهيئة القديم. لكن أنا ومجموعة من الزملاء يعني سنطرح على طاولة المجلس الجديد مشروعين مهمين يمكن ختم بهم الأستاذ أحمد العرفج والدكتور أحمد العرفج كلامه، حماية حقوق الصحفيين وتدريب الكوادر الصحفية، لأنه إحنا من قلب الصحف نعاني في هذه الجزئية معاناة كبيرة، سواء داخل الصحيفة من الزملاء أو صحف أخرى زملاء أيضا آخرين. فإحنا بنحاول قدر الإمكان سواء أعضاء مضمين جداد مع الأعضاء القدامى أن نسعى جاهدين إلى حل هذه المعضلة وتكثيف جهودنا في اتجاهها. أنا مسألة التخفيض والخطوط والمدري إيش، أنا أعتبرها في المرحلة هذه يعني ما ودي أقول أنها ترف زائد، يعني هي أهمية بالنسبة لي أنا كصحفي أنه أنا أطلع بتذكرة تخفيض ولا ما أطلع، وأنا أعرف يقينا أنه الخطوط السعودية مثلا ما راح تعطيني تخفيض 50% ولا حتى 10% ولا مقابل اني ما انتقدها وانتقدها في صحيفتي، يعني حيكون في مقايضه ما يقبلها اي صحفي محترم طبعا. فبالتالي هذه بالنسبه لي انا كحمد الفيد ومجموعه من الزملاء يمكن يعني عرضنا افكارنا امام بعض شفهيا على الاقل، ما هي اولويه يهمنا حمايه الصحفيين، حمايه حقوقهم، حمايه حقهم في الحصول على المعلومه وتدريبهم، التدريب المميز. اليوم الصحافة السعودية تعاني من ندرة صحيح، كل سنة يصير في مشكلة في الموضوع. أبغى تعليق سريع على القرار اللي هو الجديد من مرتبط مجلس الوزراء، وأيضا برأيك في أداء الهيئة، هيئة الصحفيين السعودية. أولا أخوي علي، ترى الصورة اللي نزلت من شوي مع الفهد صورتي، فلا يحسب علي ما ذكره الفهد. هذه صورة أحمد الفهد وصورة محمد الحيد بالحين نطلعها، بس تعرف أوقات ذاكرتنا هذا، فما في مشكلة. طيب. خلي محمد يكبر وانت صغر، يعني عمره نقصد وليس مقاما، كلكم كبار عندنا في المقام، تفضل. الله يخليك أستاذ علي. أنا متفائل جدا بالقرارات دائما، ومتشائم جدا بالتنفيذ والخدمات. أعطيك مثال سريع، يعني لما طلع التطوير أو نظام المطبوعات الجديد، أنا كنت يمكن شبه الكاتب الوحيد اللي كان متفائل، لأنه في مجملة يقول لك إذا الصحفي عنده إثباتات خلاص بإمكانه أنه يكتب ما يكتب أو أنه الجهة ترفع عليه قضية. في التنفيذ للأسف الآن أصبحت قضايا ترفع على الكتاب مباشرة، وأحيانا يقسم عليهم ويحاكمون ويحكم عليهم بدون حتى ما يرجع لهم، يرجع للصحيفة والصحيفة ترد رد بسيط ويحكم على الكاتب. فالتنفيذ كان كما توقعت في تساؤل. الآن قرار مجلس الوزراء هذا فيه نقاط يعني إيجابية كثيرة، النقطة الأولى والثانية بالذات، يعني أن الجهات الفرض على الجهات الخدمية أن تتجاوب مع الصحفيين، أن تمنحهم المعلومة، وأن ترد وتعلق، لا يصمتون الصمت الرهيب اللي حاصل الآن. ولكن أنا أتوقع من الوزراء الأكارم أنهم سيطبقون، فقط سيركزون على حكاية أنه الصحفي يكون مرتبط بهيئة الصحفيين ويركزون على ما يخص الصحفيين فقط ويتركون ما يعنيهم هم، وهذا عادتهم. نعم. وديدنهم يعني. فبالتالي أنا أو ممكن يعينهم يتحدث بس ما يخلونه يتحدث أيضا، عندهم فنون رائعة. نعم يعني كان أنت أكثر من عالم من رد عليك في موضوع جوزة مثلا، هل أحد طلع وعلق؟ هل أحد عز والدها؟ هل أحد طلع وقال الناس كيف ماتت هالبنت؟ ما فيه يعني. فأنا أقول يجب أن تطبق قرارات مجلس الوزراء كاملة. نعم. كاملة من الفقرة ألف إلى الفقرة ياء، ما نقعد نأخذ منها النقي منها ما نريد ويطبقون ما يريدون. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه القضية ونذهب إلى فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. Senses Boss Bottled Sport, the invigorating new fragrance for men. عذرا ان الرقم المطلوب لم يعد في الخدمة. ابو سلطان،
أبو بندر. عذرا إن الرقم. عذرا. ألو. أبو محمد. يا شيخ تعبتني من الشفت يجي. أبو خالد وأبو سلطان وأبو محمد وأبوك وأبوي كلهم حولوا الباقة مزايا المفوترة من زين. اللي تقدم أحدث الأجهزة الذكية وأرقام مميزة مجانا ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود. كل هذا ابتداء من 150 ريال في الشهر. ألو. لبن فيتال محضر بالكامل من الحليب الطازج وبخمائر البروبيوتيك المضافة ليساعدك على هضم أفضل. لبن فيتال للهضم بالشكل الجديد، استمتع به يوميا ليمنحك الخفة والرشاقة. لبن فيتال للهضم لهضم أفضل. كما تحمين طفلك من الخارج يمكنك الآن حمايته من الداخل مع نسل سيريلاك الجديد المدعم بخمائر بيفيدوس بآلة طبيعية، فهي تحافظ على جهازه الهضمي وتساعده على تدعيم دفاعات جسمه الطبيعية. وتماما كحمايتك لطفلك من الخارج، نسل سيريلاك مع بيفيدوس بآل يساعدك على حمايته من الداخل. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. لبن فيتال محضر بالكامل من الحليب الطازج وبخمائر البروبيوتيك المضافة ليساعدك على هضم أفضل. لبن فيتال للهضم بالشكل الجديد، استمتع به يوميا ليمنحك الخفة والرشاقة. لبن فيتال للهضم لهضم أفضل. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود. كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. الطلة الناجحة على المسرح بتتطلب تيم من المحترفين أوثق بخبرتهم وبمهارتهم تتخليني بين أفضل ما عندي. كرمال هيك لشعري ما بوثق إلا بي Head and Shoulders. بفضل العناية المرطبة لفروة راسي بغذي شعري حتى يصير أنعم حريري أكتر ومية بالمية بدون قشرة. Head and Shoulders، عناية مرطبة لفروة الراس. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 3 أوامر ملكية كانت حديث الشارع السعودي. قضى الأول منها بتعيين المهندس عبد اللطيف العثمان محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، فيما أصدر أمرا بتعيين المهندس عباس هادي نائبا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. كما أمر أيضا بإعفاء المهندس عبد العزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الدكتور خالد طاهر أمينا للمنطقة بالمرتبة الممتازة. صدر أمس أمر ملكي بتعيين المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، وينتظر أن يسهم المحافظ الجديد في دعم مسيرة الهيئة التي أنشئت في عام 2000 للميلاد لتكون قطبا رحا في تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، بغية الارتقاء بالمناخ الاستثماري في بلد يصنف ضمن 20 اقتصادا الأقوى عالميا. لكن البعض يرى أن أداء الهيئة خلال 11 عاما الماضية أقل من المأمول، خصوصا مع ترافق إنشائها مع الطفرة النفطية الثانية. هناك معوقات لا زالت هيئة الاستثمار لم تستطع أن تتغلب عليها، سواء في داخل الهيئة أو في خارجها. هناك جهات عدة، أعتقد فوق 30 وزارة مرتبطة بأي مستثمر، أي مشروع يحتاج هذه الوزارات، وبالتالي هيئة الاستثمار لن تستطيع لوحدها أن تحل هذه المعوقات. توفر السعودية مزايا عدة للاستثمارات الأجنبية، من ضمنها انخفاض أسعار الطاقة، إضافة إلى أن الاستثمار في البيئة السعودية يحقق ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة نتيجة للاستقرار الاقتصادي والسياسي. الاقتصاد السعودي يعني اقتصاد آمن بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، يعني ما عندنا مشاكل. أو شيء الضرائب
منخفضة جدا يعني. في عندنا كمان هيئة الاستثمار بتلعب دور كبير جدا في إعطاء معلومات للمستثمر الأجنبي. ففي الحقيقة بيئة استثمارية ممكن الخوض فيها في المملكة العربية السعودية. تحتضن السعودية استثمارات أجنبية قادمة من أكثر من 50 دولة بقيمة تجاوزت 639 مليار ريال بنهاية عام 2011، ما يعني أن على الهيئة العامة للاستثمار واجبا مضاعفا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق توازن مع ما يتم تحويله من أموال خارج البلاد من قبل العمالة الوافدة. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. حقيقة هذه التعيينات كانت محور جدل بين الأوساط السعودية بكل أطيافها، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة السكن بعد أن تحولت من هيئة إلى وزارة رصد لها ميزانية ب 250 مليار، لكن لم نرى آلية واضحة تضمن للمواطن الحصول على سكن أو توضح له أين تنفق ميزانية هذه الوزارة بحسب رأي أحد ضيوف البرنامج. فيما يضيف ضيفا آخر على أن العنصر الأساسي للاستثمار هو مدى الحاجة إليه، لكن لدينا استثمارات لا تفيد البلد ولا يحتاجها المواطن. الأمير فيصل، صحيح إذا كنت أخطي، الرئيس الأول لهيئة الاستثمار عبد الله بن فيصل برضه هو جاي من الهيئة الملكية الجبلية، من بيئة برضه ممتازة. أيضا عمرو الدباغ جاي من يعني رجل أعمال وعنده يعني أعمال في 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 يعني استثمار خاص وعنده إشراف على منتديات كثيرة. وبرضه قلنا أول ما جاي من بيئة يعني منفتحة للاستثمار ويعني متابع لكل المنتديات العالمية وقريب من أصحاب القرار. وبعدين الحين جاء عبد اللطيف العثمان ونقول نفس الحكي، بس الإنجاز ما يعني. وأنا ما أبدأ أقيم في الإنجاز، لكن حقيقة الاستثمار في المملكة السعودية أنا أعتقد أنه وصل إلى مراحل جيدة. يمكن طبعا ما هي المراحل اللي إحنا نتمناها أو نرتضيها، ولكن الأرقام تدل أنه إحنا بلد جاذب للاستثمار. يمكن المملكة العربية في هي الدولة الأولى على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في جاذبية الاستثمار. ما هي ملاحظاتك على أداء وزير الإسكان ووكلائه ومستشاريه فيما يخص تنفيذ الإسكان، مشاريع الإسكان ومدتها الزمنية، خصوصا أنك يعني انتقدتهم في مقالة صحفية أخيرة؟ طبعا أخوي سعد علي، مساك الله بالخير أنت والمشاهدينك الكرام. مساء الخير لكل شخص حتى الآن لا يملك مسكن، قاعد يدفع وقاعد يصرف من راتبه ومن مدخوله السنوي الإيجار. مساء الخير الوزير الإسكان اللي حقيقة كان معانا يمكن في هالبرنامج، بس يمكن هذه ثالثة أو رابع مرة أطلع معاكم كله نتكلم عن هيئة الإسكان. يوم كانت هيئة، أيام تشكلت ويوم صارت وزارة إسكان، يوم طلبنا بالميزانيات اللي كنا نتمناها، جميع هذه كلها حقيقة سهلت قدام الوزير، هو سواء هو أو وكلاء أو مستشاري. طبعا الوكيل الوزير أتوقع إلى حتى الآن لما تحدد له وكلاء أو وكلاء، خلينا نقول وكلاء عمليين، المستشار المهندس عباس كان هو مستشار عنده من أيام هيئة الإسكان، وبعد ما انتقل الوزارة استمر مستشار ثم عين الآن كنائب الوزير. يعني هي نفس البطانة اللي كانت مع الوزير من أيام هيئة الإسكان كلنا نعرف. أنا ما أبغى أتكلم، خلينا نقول نتكلم شيء أكاديمي ولا نتكلم شيء صحفي، حنا هنا على الطاولة، حنا ما جينا اليوم إلا ننتقد العمل الآلية، ما نبغى ننتقد لا الوزير ولا الكيان اللي هو الوزارة، حنا هنا جينا ننتقد العمل، نتكلم باسم الشارع. الوزير في البدايات قال أنه أنا ناقصتني ميزانية لهالإسكان، وكانت هيئة ويوم صارت وزارة وصرف لها 250 مليار، هذه ميزانية دول كلها كنا نطالب معاه وكنا نأيده عليها، لم جت الميزانية، إحنا ما شفنا حاجة حتى الآن. إذا قصده أنه إلى الآن يسوون مرحلة دراسات، طب وين مرحلتك يوم كانت هيئة الإسكان وجلست لها 4 سنين وهي تسوي دراسات، ويوم صارت وزارة وتوفرت لها الميزانيات ما شفنا شيء عصبي. تضم هيئة الاستثمار في مجلس إدارتها كل من وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والعمل والنقل والمالية والبترول والمياه والكهرباء ومؤسسة النقد
وبعض القطاعات الخاصة. برأيك لماذا لا يوجد أداء هذه الهيئة من جانب الكثير من المستثمرين، خصوصا أن الهيئة متهمة بعدم الأخذ بملاحظات المستثمرين المحليين والأجانب لدعم مشاريعهم، وخصوصا المحليين تحديدا؟ طبعا بدون شك الهيئة بدأت بمفهوم أنها هيئة استثمار خاصة بالاستثمار الأجنبي، وبالتالي قدمت الكثير من التسهيلات الكبيرة للاستثمار الأجنبي وسهلت الكثير من الإجراءات الخاصة بهذا الاستثمار، ويمكن هذا سبب بعض خلينا نقول الزعل أو الغضب من الاستثمار المحلي لكونه لا يحظى بمثل هذه الميزات في عندما يتقدم بطلب انه يعني في مشاريع او الاخيره. وحقيقه هذا سبب نوع من الفجوه او كما اشرت في هذا الموضوع، واعتقد انه مع الزمن اعتقد وان شاء الله حتكون احد المهام الرئيسيه لمعالي محافظ الهيئه للاستثمار في يعني تصحيح هذه الحاله او توضيح بالضبط توضيح وجهة نظر الهيئة المستثمر ومساواة المستثمر الأجنبي أو المستثمر السعودي بالأجنبي سواء في كل التسهيلات اللي تعطى للجميع. احنا وصلنا لمرحلة يقول لك يعني استفيد بس خلني أنا استفيد، بمعنى أنه خلي المطورين يستفيدون بس إذا ممكن أتملك بطريقة وبمبلغ معقول، أنا ما عندي المواطن مشكلة، لكن برضو المواطنين صار يقولون لا يرحمون ولا يخلون رحمة ربي تنزل إذا جاز التعبير. هل ترى أنه يجب أن تقتنع وزارة الإسكان بأهمية دخولها في شراكات مع المطورين العقاريين لفك أزمة السكن، أم ترى أنه من الصواب دخول الصناديق الاستثمارية الحكومية بإنجاز مشاريع الإسكان في المناطق الأكثر إلحاحا؟ طبعا بس قبل تجاوب أستاذ ندى، أنت متخصص أكثر مني في هذا الجانب، ولكن أحب أقول أنه في كثير من الوزارات عندما نتحدث يقولون يا أخي أنتم مستعجلين، ولكن الحقيقة مرت سنة مالك على البال طاري، لا سولفوا لا جاد لك حظا ولا سولفوا فيك بالنسبة لهذا الموضوع. يعني الوزير عين وكل موجودين الآن في، بس عمليا ما في شيء ملموس، وكل شوية احنا نعرف المشكلة بس ما نعرف نحلها. فودي نشوف نتحدث عن الجانب المطورين تحديدا. هو طبعا لو أخذتها فعليا مفروض وزارة الإسكان مفروض هي ما تنفذ مشاريع، هي تكون جهة منظمة لهالمطورين العقاريين، هم اللي ينفذون المفروض صراحة. وهي الوزارة المفروض الميزانيات اللي تصرف لها هي تصرف للرقابة المفروض، ولا هي بالأقيام هذه، لكن تضع الوزارة تسهيلات للقطاع الخاص. القطاع الخاص على فكرة إذا وفر له تسهيلات طبعا حيصير المنتج حقه أفضل من الوزارة وبأسعار أفضل، ويقدر هو عنده مرونه أنه يأخذ أصلا بدل ما هو يأخذون أراضي خارج النطاق العمراني ولا خارج المدن، يأخذون يجون يستثمرون الأراضي البورة اللي جوا المدن. لازلنا مشاهدينا متواصلين معاكم، لدينا العديد من القضايا والفقرات المنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو أن تبقوا معنا. Refresh, restart. بصراحة كنت أشتري شماغ ثاني، بس شماغ بروجي بخامة جديدة يجبرك تشتري، جودة تصميمه إبداع، لا وسعره نص سعر الشماغ الثاني. شماغ بروجي من جد يستاهل تشتري، غير لشماغ بروجي. من عجلان وإخوانه. الحياة مليئة بالاختيارات، برودتها، دفئها، نقائها وانتعاشها، ومعجزاتها
أختار أحلى ما فيها. أنا أختار أصلي. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود، كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. صغيري من عمر السنة يتعرض للأوساخ والجراثيم. أقدم له نسلينيدو ون بلس، تركيبته الفريدة من البروبيوتكس البريبيوتكس الفيتامينات والمعادن تساعد على دعم مناعة طفلي ونموه الصحي. أنا أختار أفضل حليب مخصص لطفلي من عمر السنة، نيدو ون بلس. دع الفخامة تتحدث عن حضورك، والتميز عن أسلوبك، والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي، اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. مكيف كرافت يأخذك إلى عالم الطبيعة والجمال لتشعر بأجواء ليست في الخيال، لتنعم بالهدوء وراحة البال. كرافت، خبراء التبريد من العيسى. خط هلا تتكلم بلا حدود ليل ونهار. خط هلا وديكم هي من الآخر كاش، مكالمات وإسمس وإنترنت ببلاش. هلا بدون غلا. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. انتشرت في الآونة الأخيرة مصطلحات علاجية عدة تتعلق بالتنويم المغناطيسي والألوان والكتابة والرسم، إلا أن هذه العلاجات لا يؤمن بها الكثير من اختصاصي الطب التقليدي، فيما يرى بعض الشرعيون أن جزءا من هذه العلاجات محرمة شرعا. فما حقيقة هذه العلاجات؟ ومن الذي يؤيدها ومن يعارضها؟ وأين الحقيقة في كل هذا الجدل؟ على خلفية الانتشار الواسع لدورات تطوير الذات وما يعرف بالبرمجة اللغوية العصبية، يظهر أيضا معالجين يمارسون العلاج بالألوان والطاقة والخط، مستندين على أنه علم ساهم في تغيير حياة الكثيرين إلى الأفضل دون اللجوء إلى العقاقير الكيميائية ذات الآثار الجانبية. فعلا هذا علاج ثابت وله يعني فعالية قوية جدا في إزالة كثير من الآلام. يعني لو تكلمنا على الآلام العضوية لوجدنا أن نسبة 75 إلى 80% من الأمراض العضوية سببها ألم نفسي. وبالرغم من عدم وجود معاهد معتمدة ومتخصصة لدعم هؤلاء المبرمجين والمعالجين، يرى البعض أنه ضرب من الدجل وبيع الأوهام لكسب الأموال من غير وجه حق. في المقابل هناك من يؤمن بها ويرى أنه علم لا بد الانتفاع منه. ذكر في القرآن الكريم إنه سبحان الله الألوان اللون الأخضر سبحان الله بيبهج النفس، وبقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن في دلالات. من أول جلسة علاجية وجهي نور بزيادة، حسيت بإنشراح، كأنه هم وانزاح، حسيت إني خفيفة. أنا جربت الطاقة بشكل عام في الألام، في التعب النفسي، في التغلب على الإحباط، المشاكل النفسية الصغيرة، بتكلم عن نفسي أنا شخصيا، وشفتها برضو على الآخرين. أنا أعترض على مسألة أننا نعتبر معالجين، لأن العلاج له أماكنه وله طرقه الصحيحة والحقيقية، ولكن أنا نعتبر نفوسنا مثلا هناك خبراء في التحليل أو في التعديل السلوك، أننا مثل الممرض الذي يعمل لدى طبيب. أننا نقوم بالفحص الأولي، بالاكتشاف الأولي، نأخذ العينات ونقوم بفحصها ونعطي الشخص ما هي الطرق الأساسية التي يقوم عليها وعلى أساسها، ومن خلال بعد ذلك يذهب إلى المختص المناسب الذي يقوم بالعلاج الصحيح. الآن أنت كتبت اسمك ووقعت،
من خلال كتابة الاسم أستطيع أني أطلع بعض الصفات الموجودة في شخصيتك الآن من خلال هذه الصفات. مثلا أنت شخص عصبي، ممكن تكون عندك أحيانا جلد للذات، أو إحنا نسميه اللي هو قسوة على النفس، يعني ممكن أنك على حساب نفسك تتنازل للآخرين. طيب. ممكن تكون يعني لدرجة التسامح. هذه الصفات يعني. هذا أيوة حد. فبس لو كيف ممكن أنا أعدل في الأشياء اللي. طيب ممتاز. نعم. إذا جينا مثلاً على مسألة العصبية، نقول نحدد المعاملات اللي إحنا حكمنا عليها في مسألة العصبية، اللي هي وجود الحدة في الخط. أنت عندك حدة هنا اللي هي وجود هذه المثلثات. هذه المثلثات تحتاج إلى تحويلها إلى شكل دائري أو كيرفات. اولا الان احنا حددنا المشكله، وهذه النقطه الاولى في عمليه تعديل السلوك. النقطه الثانيه هي عمليه الممارسه للتعديل، لانك انت الان قاعد تكتب اسمك بشكل لا ارادي عفوي بدون تفكير. فلما ياتي اليوم اللي انت راح تكتب فيه اسمك بشكل دائري، اذا في هذه الحاله انت وصلت الى نوع من الارتياح اكثر، بذلك راحت العصبيه عندك. يكون انتشار هؤلاء المعالجين أحد المآخذ عليهم في ظل عدم وجود ضوابط معينة لممارسة هذه المهنة. لبرنامج أهلا خالد الفرحان، جدة. بالطبع الذين يؤمنون بهذا النوع من هذا العلاج يصرون على أن للون إشعاع ذو ذبذبات معينة تنفذ للجسم وتؤثر على النخاع الشوكي وغيره من الأماكن الحساسة، وبالتالي قد تشفي من أمراض عديدة. هذا الكلام تذكره الأستاذة سعيدة غزال في حوار مع الزميل علي العلياني، والتي تقول أنها أشفت عدة حالات كانت مصابة بالشلل وبأمراض أخرى. لكن الدكتور جمال الطويرقي يصر على أن العلاج بالرسم ليس علاجا، بل مجرد تعامل مع الضغوط النفسية ومحاولة من التخفيف منها. أنك عالجت حالات سرطان وشلل عن طريق الألوان، كيف تم ذلك؟ في عندي طفل رحت في مستشفى الملك فهد للأورام، كان هدفي أدخل السعادة وسرور لقلبه من الأثر الكيميائي اللي عنده. دائما المريض يشتكي من الألام، من المعاناة، من الخوف، هذه الأشياء نبغاني شيء. رحت مع جمعية سند على أساس أساعد هذول الأطفال. دخلت مع الطفل طلبت منه يرسم عينه، قال لي لا أنا جاي ألعب. قلت له طيب أنا عندي معرض وندخل ونعمل أشياء حلوة تشترك معنا في المعرض. قال لي أوكي اشتغل معايا. طبعا أنا هو الطفل ما هو رسام، أوهمت أنه هو اللي رسم وقعدنا نرسم مع بعض. لا هذا كان بعد ما انتهى الرسم. نعم. طالع في الرسمة شجعته وعلقت الرسمة في نفس اللوحة وقلت له أنت حتكون الفائز الأول على الفنانين الكبار كمان. انبهر الطفل وشفت لمعة حلوة في عيونه، هذا كان هدفي. لحظة واحدة وصار الجهاز اللي يغذيه بالدم بيب بيب على طول، نزلوا الصيانة. بعد ما خلص الصيانة قالوا له الآن أنت تعبت أدخل نام. قال لا قبل ما تروح الرسامة أبغى أطلع فوق. يعني سعادتي ما كانت توصف في دي اللحظة. أول ما شافني بدأ يمشي وجاني جري، رمى الووكر وجاني جري، يعني حاجة بالمرة حلوة. أنا ما كنت أعرف إنه ما يمشي، فبقول لهم كل واحدة أمه وراه بدف الجهاز مشي، والممرضة نفس الشيء إيش فيه؟ قالوا يا ناس هذا الولد عنده شلل ما يمشي. في لحظة واحدة من يوم ما شافي كرم الووكر وجاكي يجري. هل يعترف الطب التقليدي والطب النفسي خصوصا بنجاح العلاج بالألوان وغيرها من الأساليب المشابهة، وتعليقك على ما سمعت أيضا من الأستاذة سعدية؟ طبعا اي تجربه او اي بحث او اي علاج يوضع كعلم يجب ان يكون هناك عدد معين مقابله، يعني ما هو حاله فرديه او حالتين. نحن نتكلم عن الاف الحالات حتى لا يكون هناك نوع من الايحاء العلاجي او يكون هناك نوع من الاعتقاد. يعني قد تكون هذه الحالتين فرديه او تكون هذه الحالتين في فتره من الفترات كانوا يتناولوا علاجات او عقاقير، وجاء الوقت اللي كان فيه يحتاج إلى أحد من يتحدث إليهم أو يرفع معنوياتهم أو إنه هو يشيل عنهم النوع من الضغط، وهذا يمكن أحد الأسباب اللي خلتهم إنهم يبادروا لأنهم محتاجين أحد يبادرهم. لكن العلاج بالرسم أو علاج بالألوان أو قراءة الخط إحنا أعتقد إنه تكلمنا عنها في حلقة سابقة،
أنه العلاج بالألوان هو ليس علاج، العلاج بالألوان هو نوع من التعامل مع الضغوط النفسية، وليس هو علاج بحد ذاته شافي أو 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 علاج أنه هو ناجع، وليس هناك أي إثبات علمي إلى حدنا الآن في أنه العلاج بالألوان أو العلاج بالرسم أو بالخط أو قراءة الخط هو علاج. في كل أسبوع نلتقي الكاتب الصحفي الساخر محمد السحيمي الذي يجمع لنا ما لفت انتباهه من أخبار محلية وعالمية ليعلق عليها بطريقته المتميزة. في حلقة الليلة اخترنا لكم تعليق السحيمي على أحد الموضوعات الساخنة التي تداولها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عن هيئة الصحفيين واختيار الأستاذ تركي أسديري رئيسا لها بالانتخاب. السحيمي يقول: أهرام الفراعنة ليست إلا مقابر، ومبنى هيئة الصحفيين ليست إلا أضرحة. أيضا يقول: وكل رؤساء التحرير رقباء عدا جينان الغامدي، أما تركي أسديري فهو رئيس رقباء. نبدأ بأول خبر، تركي أسديري رئيسا لهيئة الصحفيين السعودية للمرة الثالثة على التوالي. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما يحدث الآن في هيئة الصحفيين، الهيئة التي لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، هو نتيجة لتاريخ طويل يمتد تقريبا 60 عاما. إذا سمحت لي أن ألخص تاريخنا الصحافي إلى الوصول إلى الهيئة في هذه الأوقات، وما أتحفتنا به من انتخابات ومن أخبار ومن إنشاء قمعية للكتاب إلى آخره. في البداية، تاريخ الصحافة عندنا بدأ بصحافة تسمى صحافة الأفراد. صحيح. بمعنى أنه كان صاحب الامتياز للصحيفة فرد واحد، أحمد عبد الغفور عطار، عبد الله بن خميس، حمد الجاسر، وهلما من هذه الأسماء الجبال التي تسمى الجبال بأسمائها، ومدين، عبد الكريم الجهيمان، هؤلاء، أحمد السباعي، وأحمد السباعي. هذه الأسماء، نعم نعم أسمعك. نعم، أقول كانت هذه صحافة الأفراد، كانت بكل بساطة يتقدم أي فرد ويأخذ الإذن بإنشاء صحيفة، ويصبح هو الكل في الكل، هو الصحيفة كلها، يستكتب من يريد ويبعد من يريد، هو أنا الصحيفة والصحيفة أنا. جاء مع بداية عهد الملك فيصل، وعهد الملك فيصل بإنشاء مجلس الوزراء في ذلك الوقت هو بداية الثورة التكنوقراطية في المملكة. وحتى نبسط كلمة تكنوقراط، ليست المختص، لا تعني المختصين، وإنما أحسن ترجمة لها هي ترجمة الإخوان المغاربة، يترجمونها بمهندس الإدارة. مهندس إداري ليس شرطا أن يكون طبيبا، غازي القصيبي لم يكن طبيبا، ومع ذلك هو أفضل من تسلم وزارة الصحة، وقبلها تسلم وزارة الصناعة، ثم وزارة المياه، ثم وزارة العمل. في كل الأحوال، غازي القصيبي هنا تكنوقراط، مهندس للإدارة. الملك فيصل قام بهذه الثورة في منتصف الستينات، ونحن نتحدث عن مهاتير محمد أو مهاتير محمد الذي قام بنفس الثورة في بداية الثمانينات. بمعنى أن الملك فيصل سبقه ب15 عاما، ومع هذا الآن لا تكاد تسمع عن تاريخ الملك فيصل وماذا قدم، هو البركة في الإعلام والتعليم. طبعا من ضمن ما قدمه الملك فيصل كان الخطط الخمسية على مدى 25 سنة، لم ينفذ منها إلا خطتين فقط، 50 في عهده 11 سنة، ثم بعد ذلك حتى حذفت من المناهج والمقررات، كنا ندرس المبادئ الفيصلية وحذفت. الذي جاء بهذه السيرة أنه من ضمن هذه الثورة التكنوقراطية جاء جميل الحجيلان بمشروع المؤسسات، نظام المؤسسات الصحفية. معليش أنت فرد ولك تقديرك واحترامك، ولكن نحن الآن لابد أن ننتقل من العمل الفردي إلى عمل مؤسساتي، وهذا مبدأ من أجمل المبادئ. وإلى اليوم النظام المكتوب شيء سابق لأوانه، يحسب لأولئك الرجال، للملك فيصل، للجميل الحجيلان، ولمن معه في تلك الفترة، يحسب لهم سبق عظيم في هذا نظام المؤسسات. الذي حدث بعد ذلك حدث على أيدي أعضاء هيئة الصحفيين الآن، تركي أسديري، هاشم عبد هاشم، خالد المالك، وهذه الأسماء التي ما زالت موجودة منذ بداية
نظام المؤسسات الصحفية إلى اليوم وهم موجودون. ماذا فعلوا؟ فرغوا نظام المؤسسات الصحفية من محتوى الشكل أمام الوزارة وأمام حتى الاتحاد العالمي للصحافة، وسأعود إليه. لا تكاد تسمع الآن أننا أعضاء في هيئة الصحافة العالمية أم لا، لا تدري إلى الآن. كان في الثمانينات تحديدا كل صحيفة تكتب في الترويسة عضو الاتحاد العالمي للصحافة، الآن لا يقولون هذا لأن لهم مترتبات لم يقوموا بها. وأمس كان الأمين الدكتور عبدالله الجحلاني يقول لازم نعيش العصر، نحن لسنا بدعا من الناس. طيب طبقوا ما يطبقه الناس، هذا موضوع آخر. فرغوا النظام المؤسسات من المحتوى، كما قلت لك الشكل مؤسسات، الآن لا تسمع عن صحيفة يصدرها فرد وهي مؤسسة، ولكن في الواقع هو واحد يتحكم في الصحيفة منذ 50 عاما إلى اليوم ويفوز بالانتخابات. وإذا فاز، أنا أقول إذا كانت الانتخابات مطبوخة أو مزورة فهذه مصيبة. نعم، لا بس خليني هذه النقطة باخذ تعليقك عليها. حقيقية نعم ونزيهة. نعم خليني بس أخذ تعليقك على الشغلة اليوم. تفضل. عساس نكون نعم. إيه يعني مثلا عندك تركيس ديري، الرجل يعني في أعضاء مجلس إدارة وفي جمعية عمومية، هذا الرجل حقق نجاحات كبيرة في جريدة الرياض على مستوى كتاب الرأي وعلى مستوى التوزيع وعلى مستوى الإعلانات، فبالتالي ظل من واقع نجاحات قدمها. مما يتعلق بهاشم وعبد هاشم يعني جلس فترة ثم ذهب ثم عاد، يعني ما جلس بس أساس نكون منصفين. وأيضا في فترة هاشم عبد هاشم كان في نجاحات، هم يحتجون بذلك. فيما يتعلق بهيئة الصحفيين يعني هذه أنا قلت أمس أنها شكلها مرتبطة بالخصوصية السعودية، لأنه أنا مع تقدير الدكتور الجحلاني يمكن الوقت ما أسعفنا أمس كان يتحدث أنهم دعوا الخطوط السعودية، وأنا ما أود أن نعلق على هذا الموضوع كثير، أنهم دعوا الملحم الظاهر يسوي لهم تخفيضات للصحفيين، وظهر وعدهم ويقول وعدنا خير وما نفذ. لكن أنا تساءلت أمس وتساءل دائما، وإن شاء الله الدكتور عبد الله إذا جانا مرة ثانية يقول لنا وين هيئة الصحفيين لما هذا الملحم المدير عام الخطوط السعودية ألغى عكاظ من الطيارات علشان انتقدوه، يعني وينهم؟ ايش سووا هم وقتها؟ هذا السؤال يا علي، يا سلام عليك. أنت الآن تؤكد نحن على المستوى الفردي لابد أن نقدر ونجل كل من ساهم في خدمة نفسه أولا وصحيفته ثم وطنه. يعني أنا أرى تركيس ديري مثلا، ما دمنا حددنا الأسماء، تركيس ديري كاتب المقالة، الكاتب تركيس ديري لا يمكن أن تقول فيما قدمه لوطنه ولبلده ولنفسه ولصحيفته أي خلل. المشكلة في تركيس ديري رئيس رقباء التحرير، وأنا مصر على هذه التسمية، لا يوجد منذ 50 عاما إلى اليوم كلهم رؤساء رقباء تحرير. الوحيد الاستثناء الوحيد كان عبد قينان الزمان الغامدي. قينان الزمان الغامدي المرحلة ما قبل لندن، واسمح لي أن أوجه له رسالة احترام. يا أبا عبد الله، في مثل عند إخواننا الفلسطينيين يقولون يا زلمة هاب حرف بعران، حرف بعارين، يعني الحرف معروف أن الثور حينما يحرث في الذهاب والإياب الثور مناسب، ظلفه صغير، لكن مشكلة البعير حينما تستخدم البعير في الحرث، في الذهاب يا سلام ينجز لك أضعاف ما ينجزه الثور، ولكن في العودة يتهبد بخفيه يعني أبو عبد الله إن شاء الله بعير دائما. أبو عبد الله قينان يفهم هذا. نعم. لا بس خليني أقول لك شغلة ترى، يعني بس عشان بس لأنهم غايبين، يعني مثلا عندك الأستاذ خالد المالك أيضا ذهب ثم عاد، وحتى ذهابه كان من واقع أنه كان يعني سقف الحرية عنده عالي، وكلنا نتذكر، أنا ما أتذكرت أتذكر أنا ما كنت ذاك الوقت ما كنت موجود، القصيدة الشهيرة. طبعا أنا أتذكر ومعاصر لها. يعني القصيدة الشهيرة، ثم نعم عاد بعد 14 عام. نعم. بالنسبة لقينال الغامدي على فكرة هو يمكن اقتنع، ما حدا ملا عليه، لكن أيضا ترى صحيفة الشرق أنا الحقيقة أقرأ من فترة أخرى وأتابع يعني بشكل يعني شبه دائم، إنه الصحيفة رغم متغيرات كثيرة في واقع الصحافة السعودية الورقية، إلا أنها يعني ترى سقفها أفضل من سقف صحف موجودة في السعودية الآن قبلها يعني. طيب يا أستاذ علي، ما زلنا نتحدث عن الاجتهادات الفردية. إذا كان عندي رئيس تحرير، رئيس رقباء تحرير يعني عنده هامش الحرية أوسع، أشجع توسع هامش الحرية في الصحيفة. ولكن ماذا سؤالنا دائما، ماذا تقدم هيئة الصحفيين للصحافة أولا؟ هل قدمت لنا قوانين؟
حر وصنعت لنا إعلاما مسؤولا حرا مسؤولا إطلاقا. الهيئة بالمناسبة أمس كان الدكتور سلطان يتحدث بأدب وبجنتلة ويقول إنه المبنى يقارن بين مبنى هيئة الصحافة وهو الإنجاز الوحيد للهيئة، وأنا مسؤول عن كلمتي هذه، هو الإنجاز الوحيد للهيئة هذا المبنى. المبنى هذا هو نفسه إنجاز الفراعنة في الأهرام. الأهرام ليست إلا مقابر للفراعنة، ومبنى هيئة الصحافة ليس إلا ضريح أو ضريح أو ضريحا كما تقع من الإعراب قلها. دائما أرى السحيمي دائما جريئة. مشاهدينا متواصلين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل الأخير ونعود لكم بأخبار هذه المرة فنية، ابقوا معنا. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود، كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. نسلي تكشف عن ابتكار علمي في حماية الأطفال، خمائر الكروبايوتكس نسلي بيفيدوس بي ال المعززة لجهاز المناعة. هذه الخمائر تتواجد الآن في نسلي نان 3 الجديد، اكتشاف متطور في الحماية التي تساعد طفلك على نموه المثالي وتطوره الذهني. نسلي نان 3 الجديد لطفلك من عمر السنة. تسلق الكرسي يتطلب مجهوداً وإصراراً من طفلك، لذا يحتاج إلى حفاضة تتمدد وتتلائم مع كل حركة. حفاضات بامبرز نشاط وحيوية فائقة المرونة، تتمدد بكل الاتجاهات لملائمة مثالية، فيستطيع طفلك التحرك بكل حرية كالبطل. بامبرز تدعم بفخر لعب الأطفال. جديد من بامبرز العبوة الشهرية، متوفر الآن مع خصم 10%. لماذا ثوب دروش هو الأكثر مبيعاً في المملكة؟ لجودة أقمشته ولدقة تفصيله وراحة ملبسه، ولأنه متوفر بكل المقاسات. ثوب دروش الأكثر مبيعاً في المملكة من عجلان وإخوانه. حياتي مليئة بالاختيارات، وأحلى ما فيها أني أقدر أختار إثارتها، تحدياتها، مغامراتها، بساطتها. أنا أختار أحلى ما فيها. أنا أختار أصلي. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي، ضمان 10 سنوات، موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. شماغ من عمق الأصالة ابتكرناه، ومن أجود الخامات انتقينا خيوطه، لنقدم لك شماغا جمع بين إبداع الأصالة العربية والخبرة الإنجليزية. شماغ السامي من عجلان وإخوانه. خط هلا هلا، ايش الاخبار؟ تتكلم بلا حدود ليل ونهار. خط هلا وديكم هي من الاخر كاش، مكالمات واس ام اس وانترنت ببلاش. هلا بدون غلا، هذا كلام زين. أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة. في فقرة نجم يا هلا استضاف الزميل علي العلياني الفنان الإماراتي المحبوب عبدالله بالخير، تحدث فيها عن أمور كثيرة
منها ملابسات تجديد عقده مع روتانا وأيضا الإشاعات التي تلاحقه خصوصا الزواج منها. كما تحدث أيضا عن حقيقة تصويته للفنانة الشابة كارمن في أرب آيدل على حساب المنافسة لها آنذاك دنيا بطمة. لكن خلونا في البداية مشاهدينا نشوف هذا التقرير عن مشوار الفنان عبد الله بالخير، وبعدها نتابع هذا اللقاء الشيق مع الفنان عبد الله بالخير وأيضا الزميل علي العلياني. بالخير فنان إماراتي يتمتع بشخصية فكاهية قريبة من القلب أهلته ليصبح من ألمع نجوم العالم العربي. ولد وترعرع عبد الله بالخير في منطقة الشندغة التراثية في مدينة دبي، وبدأ يتأثر بجو المنطقة الفلكلوري حتى ترجم ذلك بتميزه في غناء اللون الخليجي الشعبي. أواخر الستينات وعبر تلفزيون الكويت من دبي كان الظهور الجماهيري الأول لبالخير. يتنبه خلال هذه الفترة لموهبته الغنائية المتميزة فتوجه إلى أم الدنيا ليصقل تلك الموهبة بالدراسة، فالتحق بمعهد الموسيقى العربية في القاهرة، ولأنه مجتهد وطموح سعى لتطوير نفسه عبر الاستزادة من ألمع نجوم العالم العربي، فدق باب الملحن الكبير بليغ حمدي مرة تلو الأخرى حتى نجح في لقائه، وأشاد الموسيقار بصوته ليثمر اللقاء عن أغنيتين من ألحان الموسيقار بليغ حمدي، الأولى على هوا من كلمات محمد حمزة، والثانية غريب غريب كلمات عبد الرحيم منصور. غنى لكل المناسبات الوطنية والأعياد، وفي رصيده عشرات الألبومات، كما تعاون مع أبرز الشعراء في الوطن العربي على رأسهم الشيخ محمد بن راشد، مانع سعيد العتيبة، وكذلك إبراهيم جمعة وغيرهم الكثير. عبد الله بالخير يعني تعاوني معاه من الطفولة، يعني في عوامل ساعدت على أساس نحن نكون ثنائي مشترك. أولاً من مدينة واحدة، وبعدين كنا في الكشافة مع بعض في نشاطاتنا الكشفية ونشاطاتنا الخارجية، فولدت معانا هذا التعاون هذا من الستينات. بالخير أنا ما ألحن له، بالخير أنا أرسم له، بالخير كاركتر. لما تلحن أغنية عاطفية ما تفكر في شيء، أغنية عاطفية، ولكن لما تلحن بالخير لازم تلحن يعني في استراتيجية شوي. عندك زنجبار اللي اشتهرت سي هي لدان، عندك علاي اللي ألفته ولحنها يوسف المنة، عندك من جميرة روح الغالي، عندك يا عبيد يا عبيد. يعني أنا ما أقدر أحسن الأغاني اللي أنا عملتها معه، لأن تبغي لها ذاكرة قوية وأنا فقد الذاكرة الحين. اختير بالخير للمشاركة في عدة مشاريع تلفزيونية، من بينها لعبه دور المقدم في برنامج نجوم الخليج، ومشاركته لجنة تحكيم برنامج ديو المشاهير، وآخرها تقديمه لفوازير رمضان. ككل فنان ناجح ولامع تعرض عبد الله بالخير للكثير من الإشاعات، من بينها المرض والزواج بالكثير من الفنانات العربيات. يا الله اسمع الكلام الحلو، لك تعبريني يا هاي بعد. اليوم عبد الله بالخير يحصد نجاح وتعب السنين بالحب الكبير من قبل جمهوره. عبد الله بالخير أهلا بك نجما في يا هلا.
روتانا كلها تحبك وتقدرك. شكرا حبيبي على كافة المستويات. شكرا لسمو الأمير. نعم. وشكرا لكل الصف الحقيقة العاملين في شركة هاي الضخمة. نعم. الكبيرة اللي أنا واحد من أفرادها. طيب طالما تكلمنا عن روتانا، شاخر الأخبار الألبوم الموناليزا. الموناليزا نعم، بعشرة من أغنياته، بعشرة من مؤلفينه وملحنهم واحد فهد الجسمي، نموذج مختلف من الغناء في تصوري صار لحين أكثر من سنة ونصف هو جاهز. نعم. العقد مع روتانا انتهى وحين بجدده. نعم. علشان أجدد عقدي معاهم وفوجئنا بالظروف الحالية اللي يمر بها العالم العربي، فاضطرينا أن نتوقف لأسباب الظروف وفي نفس الوقت لتحديد متى نزول هذا الشريط. فإننا الحين الحقيقة ما سلمت لروتانا، ووعدوني بأن إن شاء الله بعث لي السلام والتحية سمو الأمير، وأنا شاكر ومقدر ومثمن لهذا. بعث لي التحية ويقول لي أننا من أبناء روتانا وأنا من العناصر الأساسية والرئيسية اللي في روتانا، وأن سالم بالهندي إن شاء الله بيجي الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده وبنجلس معه وبنتفق. نعم، أنا الحقيقة هتفت الأستاذ سالم الهندي قبل يمكن ساعتين. نعم. وتحدثنا عن الموضوع وقال أنه عبد الله روتانا هو روتاني، وقال إحنا بالعكس يعني تجديد العقد هذا من نافلة القول، لكن قال أنه بحسب توجيهات الأمير هو المعني سالم الهندي. نعم. وراح يعني يكون في اجتماع وترتيب باقي التفاصيل. صحيح. صحيح. الجديدة، وإن شاء الله يعني يطلع الموناليزا كما يرضيك ويرضي ما في شك. ما في شك حبيبي، وأنا ما عندي اعتراض على روتانا. أنا مقدر هذه الشركة وحجمها ومكانتها ومتعامل معهم طول هذه السنين بإريحية جميلة، وكان يشرف عليها سالم بالهندي روحه شخصيا، ولكني أنا فقط أبقي أشوف الطريقة وياهم اللي نبتدي يعني عشان نضيف للجمال جمال. الحديث كان عن الشائعات والزواج، وانت صحيح. وانت آخر شائعة كذا، واعتقد انت قايل في عدد اللقاءات انه تقول يعني كل المجلات وصحف العالم كلموك على موضوع كارمن سليمان. صحيح. اللي هي نجمة أرب آيدل على الـ MBC. صحيح. صحيح. انت لفيت الشائعة، ولكن خلني أسألك سؤال قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع، لأنك نفيت أنت صحفيا كنت تلفزيونيا لسه كبرنامج لايف يعني. أنت كنت مع مين؟ كنت مع كارمن ولا دنيا؟ الحقيقة أنا دنيا شفت فيها ذكرى. أي. فحبيتها لأنها مرة تقول ذكرى مجسدة صوتا وأداء، وغنت أغاني ذكرى، فكانت بالنسبة لي تعويضا لذكرى. أي. كارمن وجدتها فيها خفة قم نانسي عجرم وكذي، هالأجواء اللي تروق لي، ومن مصر وأنا أحب مصر. أنا تلميذ مصر وتعودت في مصر، ومصر اللي طلعتني، فيعني وايد أشياء. ولا خطبت ولا شيء؟ ولا خطبت ولا شيء. والملايين ذي اللي صورت شيء؟ شوف يا سيدي، لا إيه؟ ما صوت، لأني كنت واثق منهم أن الناس ما بيصبرون لأن أنا أصوت، هم روحهم بيصوتون، ولكن انبسطت لما قالوا ان انا صوت له، عجبتني الاشاعه. في قايل انت طاري الغنى زين الحلو، ولما قالوا لي انك انت صوت لها وهذا شو الموضوع قاوي ان انا صوت بمليون دولار، فسكت قلت لا تعليق لي على اساس اني اذا اصور علي وبعقول الحقيقه انا يعني تبون الحقيقه ولا تبون ابوها او خالها، قالوا ان بالحقيقه بقول لهم ان لها مجرد اشاعه. تصريح من التصريحات انك وصلت لمرحله غضبت انت من الشائعه، يعني تحدثت قلت انه اذا بتزوج واحده من المشهورات، ما ليس من المغبورات اللي توهم. اي شو اللي خلاني حدني كذي؟ انا كنت مقدر كل الظروف لكل الناس. ومقدر الظروف لها هي ولا ابوها. فقالوا لي ان ابوها قال علي ان هذا انسان مغمور، ابوها ان انسان مغمور وبغى يطلع على حساب بنتي. فانا فقط هاي اللي يعني يمكن قلت انا هذه العباره بناء على رد، ولكن ربيع هنيدي مال مجلة الخليج صلح لي. نعم. وقال الأبو لا، أن هذا فنان قدير، يعني هذا تصريح على النبي ربيع هنيدي يقول أن أبوها قال هالكلام. أن هذا فنان قدير ولا يمكن يقوله كذي، وأكيد أنها إشاعة. فأنا هني غيرت كلامي وغيرت أقوالي وقلت أنا أحب كارمن وأحب أبوها كذلك. جميل. إذا زادوا زدنا. صحيح. لا لكني أنا إذا زادوا بزيد. وإذا نقصوا أنا ببتعد. أنا ما بعد بقول بزيد بعد أنا شكل لا. في الزين انا معاهم، في الخير شكل ما قلت لي نصيب من نفسي بحاول اجسد، لكن في الشين لا ببتعد. توافق على اعاده تجربه سيلبرتي دوت كعضو لجنه التحكيم الموسم المقبل؟ نعم اوافق،
لا ما نبغى نعم، نبغى يس 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 الكبيرة. هذه لذة يعني علقت عند الناس. أنا في كثير من الحالات ربك يعطيك هدية، قل لي شو هي الهدية، بقول لك حب شعب لبنان، هذا الشعب الراقي المتذوق. وانت داخل المطار مرسي كلك ذوق اول، وانت ما تعرف شو الذوق حتى تقول شو قالوا لي تعرف كيف، وشوي بيحركونك يبي يصور وياك، فيني عزبك شو العذاب عنده انك تقوم تصور، يعني مو برقه مو بجمال مو بعذوبه. وحضرت وعاشرتهم 3 شهور متوازيه، من المطار يستلموني، من الطياره يلسوني في المكاتب ويستقبلوني، ومسميني ملك اليس ومستر يس. حصلت على حب ما كنت اتوقعه ولا كنت أتمناه، واعتبرت هدية من ربي أني يعشقني شعب لبنان. أي شيء بيسوونه في لبنان اليوم لو يقول لي تعال بنسير 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 في بالنسبة للبنان. فشكرا لجمانة أبو عيد، هي أصرت علي وألحت وكررت أكثر من مرة، وكل يوم تقول لي يا عبد الله خوض التجربة، وأنا أقول له في لبنان. كان ترك الشبانة هو يصر وملح على هذا الموضوع، مدير عام قناة هي بعد بلغتني. نعم. أنا عن طريق وكل كلنا الحقيقة كان وحضورك كان لافت وجميل ومشرف الحقيقة. يعني الخليجي إذا كان لي تعليق، أنا أشكركم على ثقتكم فيه وعلى كل اللي استمعوا ورشحوني، لأني أبغيكم أني أكون يعني بيضت وجهكم في هذا العمل. لا بالعكس، بيضت وجهنا ومتحفزين جدا أنك تكون الموسم المقبل أيضا. بكون بإذن الله بكون، وبأوعدكم أني بسوي أحسن وأفضل وأخير من اللي فاتي. بس لك هذه المرة عن الجمهور السعودي، انت قابلت الجمهور السعودي طبعا في حفلاتك اكيد، لانه موجودين السعوديين في مواسم الاجازات الموجودين سواء في دبي او في لبنان او في مصر وحتى في لندن او في مكان اخر. لكن عندما ذهبت للسعوديه في المفتاحه في ابها وايضا في جده كانت حفلاتك طبعا ناجحه، ولكن هل الذائقه السعوديه مختلفه؟ هل لما رحت هناك شعرت انه يعني في لون معين يحتاجونه، منه نفس الاغاني اللي كانت تطلب في الخليج هي نفسها؟ شوف يا سيدي، هم كانوا يحبوني السعوديين، وكنت أنا في تصوري منطلق لهم للتعبير عن المشاركة. يعني أنا لما كنت دائما أقول عبارة يعني دعابة كذي بيني وبين الشعب السعودي، أني أنا عدو الكراسي، يعني هم جالسين على الكراسي من أي أنا تركوا كراسيهم خلاص، قاموا يشاركوني قاموا يشاركون برقصتهم الشهيرة الحلوة. عشان كذي كنت أجيب الفرقة وياي على المسرح، أجيب فرقة سعودية يرقصون وياي الرقصات، خصوصا إذا بغني خبيتي خصوصا، فأجيب الفرقة الشعبية وياي يشاركون. فسويت جو جميل، ولكني كنت أوصف بأننا يعني أنا ضد الكراسي. من يدخل عبد الله بالخير قاموا من كراسي، ما كنت أنا دائما أقول لهم دعابة أظن أنكم جلستوا ما فيه الكفاية، الحين جيت أنا خلاص اطلقوا كراسيكم. فالشعب السعودي يشارك ويتفاعل يعني يهجم على المسارح، ما في مكان في كل الحفلات، سواء كان في جدة سواء كان في أبها سواء كان في الرياض سواء في الحسا. أنا صرت في مجموعة كبيرة، يمكن علي وياي في أكثر من حفلات، صرنا أعراس مناسبات عند سمو الأمير ممدوح بن سعود، نربش الناس مو بربش، من نغني هم فنانين وفيهم الفن، وتشوف أنت الشعب السعودي معظمه راقص العرضة والعيالة والرزفة والخبيتي بجميع أنواعها والجنوب، شفت محلى فنونهم في كل منطقة وفي أبها، شو يسووا بنا يوم نسير. فما بالعكس السعودية وايد أستانس وأنبسط وأفرح وأغني من خاطري لهم. ولو تسمع في غنانا الشعبي الحفلات شوفها بتشوف شو الربشة، حتى كذي كل الناس تقول لي يوم تسير السعوديين ودروا الكراسي تم واقفين حقك، وأنا أقول الحمد لله اللي قادر على أني يخليهم يتركون الكراسي. عينت من العين عينه ليت عين بلعنادي عداني وعاداني ولا عاد واعتدى، وهالعادة المحبوب لمحبي عادي، وعبارات وعبرات اعتباري وعبرتي بعابر سبيل للهوى في الهوى هادي. وعدني الضحى بالظهر بالعصر بالعشاء ونصف الدجا في طلعة الرادي، مواعيد عرقوا بحلام نايما وهذا في الهوى للغيد شرعا ومعتادي. حرف الجيم
عرّض سبيل الحب وسلك على الجدا وجدود الكنيات تحظى بالإرشادي وجب الجدا ذا الجد يا مشتد الجدا ترى الجد ما يجذي فتلجن بالجادي عرفوا الحق شف الحال مني حال والحال انني لمعد حلال ومحل لذادي حرب الفاء فتني وفاتني وبفتاه فتني وفوت زماني بين ردي وتردادي حرب الهاء هويته وهواني وهواني له الهوى وهبته حياتي وما بقى من أمري أمدادي عرفوا القاف عرفوا القاف قضى ما قضيت مناي قضى ما قضيت مناي يا ليت من قضى وانا قضى ما قضيت مناي يا ليت من قضى ولكن ما اللي قضى المقضي ولكن ما اللي قضى المقضي للحد ما رداتي وقضى ما قضيت مناي يا ليت من قضى ولكن ما اللي قضى المقضي للحد ما رداتي عيوني عيون العينة جوم عينة من العين عينه ليت عين بالعنادي عداني وعاداني ولعاد وعتدا والعادة المحبوب لبحبي عادي عبارات وعمرات اعتباري وعمرتي بعابر سبيل للهوا بالهوا هادي وعدني الضحى بالظهر بالعصر بالعشاء ونص اتجاه بالوصل في صرعة الرادي في طلبات كثير على زنجبار احنا عشان بالخير زدنا الوقت 5 دقائق جزاكم الله خير فإنما نختم بزنجبار اذا ممكن حاضرين احنا واشكرك شكر جزيل اشكر الله. كل الاخوان اللي حاضرين واقول لك انت مشرفنا دائما شكرا ويعني انت اليوم قصيت الشريط في يا هلا وانت دائما حاضر في يا هلا لكن ان شاء الله نراك في مناسبات قليله مع اطلاق المنوال وانا تحت امركم دائما باذن الله نعم يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي من غلا شو اسوي به والله اني في هوا متخادي من غلا شو اسوي به والله اني في وسط عيني أغضيبه ولا حظا في وسط موادي والله إني في هوا متخالي أصعد وجني نازل يوم أزير لنا وأرجع وأنا أرجع ترى المتكاسل ليسحب له حصالي يسحب له إحصاه ليسحب له حصاه نغير المقام يا صحيح صحيح
سلم علينا أجواءنا ودار. ما ندري شو صار ما ندري شو صار منا ما ارتوينا خطفنا وزار. نعني للمزار لو كلف ما كلف نعني للمزار. بنشوف المدار بنشوف المدار لازم بنتولف نعني للمزار. هي الجبار سوي يا هالدا سوي يا هالدا يا نال هو يا نال يا نال الجبار سوي يا هالدا سوي يا هالدا يا نال هو يا نال يا نال الجبار. نبقى أيضا مشاهدينا في عالم الفن، ففي فقرة من الذاكرة لهذا الأسبوع سلط الضوء على رمز مهم واستثنائي من رموز الأغنية السعودية القديمة والتي كاد الزمن أن يمحو ذكرياتها في الفن الغنائي وكتابة الأغنية والتلحين أيضا. هي من أول الفنانات في الخليج العربي، إنها الفنانة السعودية الكبيرة توحة. كيف أتوب أنا في عيونك أدوب، كيف أتوب كيف أتوب أنا في عيونك أدوب. دوبوني كم سهامة دوبوا قبلي قلوب، دوبوني كم سهامة دوبوا قبلي قلوب. فتحية حسن يحيى عرفت باسمها الفني الشهير توحة، مطربة تقف في صفوف المطربين الأوائل في تاريخ الأغنية السعودية. زوجت الكلمة واللحن بمهارة، ففي حنجرتها يكمن تاريخ طويل من الغناء والطرب الخليجي. أمس العصور كنت في البستوان. مواليد مدينة الإحساء، نشأت في أسرة فنية أدبية أحبت التراث وجمع الألوان الحجازية الغنائية، فتفتح إحساسها الوجداني على هذا الجو العائلي الفني. 11 سنة أنا بدأت أدق العود، طرب والفن والعائلة كلها ما شاء الله من أهل الطرب والفن والموسيقى. ظنيت أياميها كثير يعني من كلمات أخويا كثير، وبعدين صرت لما أنا أكتب وهو يشوف طبعا فبيقول لي هذه كويسة وهذه لا وهذه طيبة وهذه. هي أول صوت نسائي قدم السامري وأغنية التراث، وأدت معظم الألوان الغنائية. مرت بصعوبات كبيرة كعادة مراحل التأسيس الصعبة. أنا رحت في عهد الملك الله يرحمه سعود، فكان أعطوني أنا ورقة بأنه ما حد إيش يعرضني، فابدا بعد كده ما حد يعني عرضني، لانه الحمد لله عارفين اني انا بقوم بمقام يعني كويس وشريف ما في اي شيء. الحجاز والنغمه الناعمه في الحجاز، تلك النغمه التي اشترك معها فيها الشاعر صالح جلال وثريا قابل والفنان فوزي محسون. كان دائما عندنا، شوف هو كان له 3-4 مقرات، يعني كان يجيني أنا ويروح لخالة خميسة الله يرحمها كانت هي طبعا تسف، يروح لصالح جلال، يروح لبيت النويلاتي، يجيب من هنا أغنية، يجيب من عندك أغنية، يجيب من عندي، ودي لصالح جلال، من ثريا قابل، من يعني همزة وصل بين الفنانين. فكان أي حاجة مثلا يشوفها يعجب بها يمسك العود ونقعد نلحنها، لحننا سوا. صبحك بالخير يا أخي اللي انت دارة علي، ظنيت إنك نية
نسيت أتركنا والمجيء في تطوير نفسها وغنت الشرل بالمنديل، واحدة من أهم أعمالها على الإطلاق، والتي رسخت في أذهان الجمهور وعرفت من خلالها فوصلت إلى الجميع. لها ما يقارب يمكن 32 سنة. الشرل بالمنديل فلنا ماشي فستان وكحل طويل في الدرب هو ماشي أغنياتها وألحانها سكنت وجدان المتلقي السعودي وجمهور الأغنية في الجزيرة العربية. تكتب وتلحن أغانيها بنفسها، وما زالت تقدم في عقدها السادس أمتع الأعمال الفنية. توحى ستبقى دائما في قلوب من استمعوا لها وقدروا عطاءها وأحبوها. مع هذه الفقرات المنوعة مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا الأسبوعية من يا هلا. لقاؤنا دائما يتجدد على خليجية كل ليلة خميس. في أمان الله وحفظه.